يعطيكم العافية. إن شاء الله شرح اليوم راح يكون عن طريقة عمل نافيجيشن بار أو شريط اللي بيكون فوق شريط القوائم اللي هو هاب اللي فيه القوائم والاختصارات والروابط تبعت الموقع الخاص فيه، ويكون ريسبونسيف يعني متوافق مع جميع أنواع وأحجام الشاشات، وكذلك يكون متوافق مع شاشات الهواتف. لو جيت عملت انسبكت واخترت ايفون مثلا 6 بلس، اعمل ريفرش شيل هاي وارجع نعملها، يكون عندك ايكون او زر لما تضغط عليه يطلع لك القوائم على شكل عفوا على شكل مرتب، ويكونوا متناسقين وتحت بعض، ولو رجعت لنسخة الويب يطلع لك إياهم بطريقة عادية. تمام طيب نرجع، هيك راح يكون منظرها بنسخة الويب، وهيك راح يكون شكلها بنسخة الهواتف. طبعا هذا الموقع الخاص فيه يا شباب للي بيحب يفوت يشوفه احمد-blog.com، ولا تنسوا تشتركوا في القناة، ولا تنسوا وطبعا مش لا تنسوا طبعا هذا الفيديو راح يكون تكملة او الفيديو الثاني في البلاي ليست او الشروحات اللي بلشناها اللي هي سميناها HTML و CSS Works. لا تنسى تشترك في القناة. طبعا شرح اليوم راح يكون باستخدام ال HTML CSS والجافا سكريبت، كيف تعمل القائمة في الهواتف تكون بهذا الشكل، وفي اللابتوب او الكمبيوتر او اي نسخة ثانية يكون في الشكل الطبيعي. راح نبدأ، راح اروح على انا بستخدم الفيجوال ستوديو من مايكروسوفت. انت بتقدر تستخدم اي اديتور او تكست او الباد، اي شيء انت بتعتمد عليه. راح ابدا مشروع جديد، راح اعمل له حفظ فيه، راح اعمل فولدر جديد في الديسكتوب راح اسميه نافبار، راح اعمل انتر، وراح احفظ جواته المشروع تبعي راح اسميه الصفحة راح تكون اسمها index.html. اهم اشي تحط هو اسم ال html. نعمل سيف، راح يتغير عندنا هون شايف ظهر لك ال html. راح نبدا شغل، راح نختار ال html. طبعا هاي ميزة في الفيجوال ستوديو انه بحط لك الستراكشر تبعت ال html بدون ما تكتبها بشكل يدوي. راح اغير التايتل، راح اسميه مثلا هوم ناف بار سبيس. تمام طيب راح ابدا. راح احتاج اول اشي راح احتاج مبدئيا ديف. طبعا اول اشي انا راح اعمل الديف او النافيجيشن بار تبعي في الهيدر، راح اختار في الهيدر. انت بتقدر تعمله داخل ديف تاني تحت الهيدر اللي بيناسبك، انا راح اعمله في الهيدر. جوا الهيدر راح اعمل ديف عشان احط فيه القوائم. الديف راح احط راح استخدم فيه الاي، الاتش ريفرنس تبعه راح يكون الهايبر لينك اللي هو موقعي، خلينا اكتبه اوكي انا بكتبه خلاص https هون تنتين عفوا بعدين كتب مثلا هاي اول وحدة اللي هي الهوم. تمام راح مثلا اعمل هوم، راح اعمل مثلا اكثر من وحدة عفوا كنترول في اوكي هوم مثلا هوم، بعدين راح يكون مثلا اباوت بعدين مثلا راح يكون كونتاكت، بعدين راح يكون مثلا
صح، هذا راح يكون مثلا ريتش او لا، خلاص ما في داعي للاخير. او اوكي خلينا نسمي مثال نيمز. تمام، انا ايش عملت؟ خليني اشيل هاي يكون ارتب شكل شوي. عملت هيدر طبيعي داخل البادي، بعدين داخل الهيدر اعمل ديف، اعطيته وسم الايه، ما عملته عن طريق الاوردر ليست او الان اوردر ليست، عملت له عن طريق وسم الايه، اعطيته اتش ريفرنس، اعطيته هايبر لينك. راح اروح اشغله، راح اروح مثلا على الديسكتوب على الفولدر اللي انا عملته، راح اجي على الاندكس اعمل له اوبن ويز واختار جوجل كروم. راح يطلع عندي في هذا الشكل. طبعا طلع عندي في هذا الشكل لانه احنا ما عملنا له لسه ديزاين ولا اشتغلنا فيه بشيء، راح يطلع معنا في المنظر الاعتيادي. لو جربت تضغط عليه راح ينقل لك على طول على اللينك اللي انت حطيته فيه. طيب نرجع نعمل شوية ديزاين. طبعا انا راح اعمل الديزاين انترنال، انت بتقدر تعمله عادي تربطه مع صفحة السي اس اس بشكل خارجي ما في مشكلة، بس انا اختصارا الوقت بشكل اسرع عشان لما ارفع لكم اياه يكون اسهل عليكم توصل للمشروع بسرعة. طيب اول اشي راح ابدأ في ديزاين الهيدر، راح اعطي الهيدر ويدث وهايت وباك جراوند كولر. راح اعطي ويدث خليه في عرض الصفحة 100%، والهايت تبعه عفوا الهايت راح اعمله 50 بكسل، وراح اختار له باك جراوند كولر يكون مثلا بلاك. تمام، هاي ظهر عندنا طبعا اللون البلاك كثير غامق، راح اختار لون انا بحبه 2 5 2 6 2 5. تمام هاي هذا اللون. طبعا اذا بتلاحظ هذا اللي احنا عملناه له باك جراوند كلر وتيجي تعمل انسبكت اللي هو هذا راح يكون الهيدر، شايف الهيدر اللي احنا حاطين جواته ديف المنيو. طيب اذا بتلاحظ اوف اوف عفوا سوري انا طلعت منها، سوري سوري سوري، نرجع نعمل اوبن ويز جوجل كروم، نرجع نسكر المنيو تاب. اذا بتلاحظ هون الهيدر في على الجوانب ابيض، فهو مش ماخذ كامل عرض الصفحة. المشكلة بسيطة حلها هون، تيجي على الستايل قبل الهيدر بتحط البادي. طبعا البادي اللي هو البادي عفوا اللي هو هيكل الصفحة او جسم الصفحة، اللي هو هذا الخيار الابيض اللي ورا، هذا هو اسمه البادي. البادي هذا اللي احنا بنكتب داخله باقي هيكلية الصفحة من هيدرز، ديفات، سيكشنز، فوترز، كله بتكون داخل البادي اللي هو الاساس. طبعا البادي حاليا معطي مارجن لكل اللي داخله، بالتالي عشان هيك الهيدر مش ماخد كامل مساحة الصفحة، فبنيجي بنحكي للبادي انت البادي مارجن تبعك خليه صفر على كامل الصفحة. نيجي تعمل ريفريش، لاحظ الهيدر صار على كامل عرض المتصفح بدون اي جوانب او اي اشي يعطل التصميم تبعه. طيب هاي الايه تبعنا احنا لسه مش عاملين في الستايل تبعها ولا اي اشي. طب عشان اجي اعملها ستايل، الدف اللي جواته الايه لازم اعطيه، يا بعطيه كلاس يا بعطيه اي دي. هلا اذا انت في حال بدك تعطيه او بدك تستخدمه في مكان واحد اعطي اي دي، فاذا بدك تستخدمه في اكثر من صفحة بنفس الستايل وبنفس المميزات فتعطي كلاس. انا راح اعمله كلاس وراح اسميه خليه نفس الاسم ناف بار. تمام راح اجي اعمل للناف بار تبعنا ستايل، راح احكي له كيف احنا بنستدعي الكلاس في السي اس اس، بنحط بوينت او نقطة وبنعمل ناف او بنستدعي الاسم اللي اعطيناه داخل الكلاس، احنا اعطيناه ناف بار وبنفتح له الاقواس الاعتيادية.
اول اشي انا راح اختار الاوفر فلو تبعه يكون لا راح اخليه هيدن تمام. وبتقدر انت تختار له باك جراوند كلر مثلا اذا بدك اياه يكون مثلا وايت مثلا. تعمل سيف تعمل ريفرش لاحظ هون او خلينا نغير الوايت عشان انت تميز انا شو عملت هون خليه ريد تمام. احنا انا عندي الهيدر اللي جواته الديف هي عندي الهيدر تبعنا هون جواته الديف اللي جواته الاي تبعتنا اللي فيها القواعد. انا هون الهيدر ايش اعطيته لون؟ اعطيته لون اللي هو تقريبا السكني بيجي غامق شوي. بعدين اجيت على الناف بار اللي هو الديف تبعي واعطيته لون باك جراوند ريد عشان انت تعرف انه الناف بار هو جزء او الديف اللي فيه الناف بار اللي انا اعطيته اياه هو جزء من الهيدر، هو مش منفصل هو جزء من الهيدر. وبالتالي انت بتقدر تعطيه لون خلفي تتحكم فيه، تتحكم في مساحته وين يروح وين اللي بدك اياه يعني. تمام. انا راح اشيل الباك جراوند كلر، راح اخليه يخل الباك جراوند كلر اللي هي الاصليه تبعت الهيدر. عملت ريفرش هيك ارتب، تقدر انت تعطي باك جراوند اشي يرجع لك. طيب ايش بدي هلا اعمل ستايل؟ لاحظ هون الاي الها تكست ديكوريشن الها، وطبعا هون بيكون لونها ازرق في حال انت كان اول مرة بتعمل كليك عليه، بيكون لونها في هذا اللون البنفسجي في حال انت كنت قد زرت اللينك اللي انت حطيته قبل وموجود في الهيستوري تبعت البراوزر تبعتك. فانا هلا بدي اجي اغير الاي هاي، اغير لها اعملها ديزاين كلر تكست ديكوريشن بادنج مارجن اللي بشوفه مناسب. راح ارجع على الفيديو الاستوديو، راح استدعي الكلاس وراح اقول له انت الكلاس جواتك واسم ان اسمه ايه. الاي هذا انا بدي اعمل له ستايل. الستايل اول اشي بدي اغير له اللون، راح اقول له الكالر تبع التكست تبع الاي بدي اياه ابيض. بعدين اعمل سيف واروح اعمل ريفرش، لاحظ اتغير معي اللون على طول لابيض. اعطيت انا استدعيت اول اشي الناف بار اللي هو الكلاس هذا، انا استدعيته بعدين قلت له يا ناف بار انت جواتك واسم الاي، انا الاي هاد بدي الكلر تبعه يكون ابيض. تمام. بعدين بديش الخطوط اللي تحت الكلام، بدي اجيب ايش اسمها؟ اسمها تكست ديكوريشن. بختار نون، باجي بعمل ريفرش راح الاقي انه شال لي الخط الموجود تحت. بعدين راح اجي احكي له بدي اول اشي شو رايك اعمل له بادنج، شو رايك اكبر. نيجي نعمل هنا لاحظ انهم متلاصقين في بعض من فوق، ما في مساحة لليسار، ما في مساحة، متلاصقين في بعض بطريقة مش لطيفة المظهر. فرح اجي اقول له بادنج. طبعا البادنج للناس اللي مش فاهمه، احنا عندنا نوعين، عندنا بادنج وعندنا مارجن. المارجن هي المسافه اللي نيجي نعمل انسبكت، راح اشرح لك شو هم بشكل سريع عشان الكونسول. المارجن هي المساحه الخارجيه للديف، والبادنج هي المساحه الداخليه. كيف يعني؟ يعني انا لو بدي اجي اعمل مارجن للاي راح يزيح لي اياها عن الهيدر، لو بدي اجي اعملها بادنج راح يكبرها من داخلها مش راح يتحكم في المساحة الخارجية. يعني المارجن للمساحات الخارجية والبادنج للمساحات الداخلية، فانا اكيد راح استخدم المساحات الداخلية. البادنج راح اخليه من التوب والبوتوم 12، وراح اخليه من الرايت ليفت 16. طبعا انت بتقدر تتحكم في المساحات باللي بيناسبك، انت حر ما راح اجبرك، بس انا كمثال شايف زحلي اياها 16 ومن فوق اعطاها 12، بس طبعا لسه المارجن ما عملناه فعشان هيك ما تغير من فوق، صار شكلها الطف بعد البادنج شوي. راح نرجع نكمل لها الديزاين، راح نيجي نعملها فونت سايز، راح نغير لها حجم الخط، بس نيجي نعرف هون اصلا كم الخط.
تبعها الافتراضي اللي هو حاطه يجي عليها 16. طيب احنا اذا بدنا نكبره راح نحطه مثلا 20 بكسل، تمام 20 بكسل. تمام، كبر حجم الخط صار الطف شوي. ايش كمان ممكن نغير؟ طبعا احنا اول اشي قبلها محتاجين انه نعملها فلوت وتكون ليفت، راح تكون فلوت ليفت. تمام، احنا عملنا لها فلوت ليفت. شو يعني فلوت ليفت؟ يعني خلي لي كل الاليمنتس داخل كلاس الناف بار الموجود داخل الهيدر خلي لي اياه كله على اليسار. في حال انت لو اجيت هون في هاي المساحة هون لو بدك تضيف سيرش بار، بدك تضيف كونتاكت، بدك تضيف سوشيال ميديا ايكونز صغيرة، تعملها فلوت رايت بتنتقل داخل الهيدر على طول. طيب احنا هيك عملنا الايه، عملنا لها ديزاين صار شكلها مرتب. بس طلع انا هون لما اجي اعمل احط عليها بتغير الباك جراوند تبعه وبتغير الطريقة تبعت لما تحط البوينتر عليها اللي هي الهوفر، شايف بتغير. طيب تعال نعملها هون الهوفر، ما في هوفر لانه احنا لسه مش عاملينه جدا اعتيادي. فراح نيجي هون نعمل له راح نيجي نحكي له، نبدأ واحد جديد نحكي له جيب لي الناف بار، من الناف بار جيب لي الاي، والاي ضيف لي عليها الهوفر تبعها. طيب ايش اول شي بدي اعمله؟ بدي اضيف انه انا لما احط البوينتر على هاي الاليمنت اللي هو الاي يتغير لون الخلفية تبعته. مثلا ايش احطه؟ راح احطه مثلا التركواز. التركواز لون جميل. طلع قبل ما اعمل ريفرش ما في اي تغيير، اول ما تحط البوينتر عليها بس بيطلع لك انه هاي لينك، بتغير شكل البوينتر بيحكي لك انه هاي لينك. تمام تمام لو اجي اعمل ريفرش، هاي انا عملت ريفرش، شايف كيف صار لما تحط البوينتر عليها يطلع لك يغير لك الباك جراوند كلر تبعت هذا الناف بار. غيرنا الهوفر تبعها. طبعا هون الناف بار نيجي نعملها الديسبلاي تكون احنا نسينا نعملها اياها تكون بلوك عشان تاخذ سطر كامل، عشان تاخذ مش سطر عفوا تاخذ مساحتها كاملة، ما يأثر اشي عليها ولا يصير تداخل بينها وبينها وبين اي اليمنت ثاني. طيب احنا هيك امورنا تمام تمام عفوا ايش ضل؟ ضل علينا لو نيجي هون نعمل انسبكت عفوا شوفيو بير سورس عفوا عفوا نيجي نعمل انسبكت ونختار الهواتف، نختار شايف هاو اباوت كاتيجوريز والايفون مثلا اكس، شايف ظهرت عندكم بس اختفت اللينكس. لاحظت انسبكت اختفت اللينكس، راحت اللينكس لانه الناف بار مش ريسبونسيف، مش متوافق مع شاشات الهواتف. احنا بدنا نعمله زي هون، تيجي تعمل عفوا تيجي تعمل انسبكت تيجي تضغط على مثلا ايكون معين، كليك معين، مكان معين، يعمل لك دروب داون ليست فيها القوائم تبعتك كاملة. رح نيجي نعملها هون، خليها هيك عشان تيجي تلاحظ التغيير تبعها. رح نعملها عن طريق الجافا سكريبت. اول اشي رح نيجي نضيف بالجافا سكريبت، رح نضيف الايكون هاي هون، شايف الايكون هاي هاي، راح نجي نضيف لها ايه او وسم يكون خاص فيها. راح نحكي له ايه الاتش ريفرنس تبعها، راح يكون جافا جافا سكريبت. الفويد تبعه فويد راح يكون زيرو، تمام.
كلاس نسميه ايكون، راح احكي لك ليش اعطيناها كلاس، وراح احكي لك وين راح نستخدم هذا الكلاس، وراح نعطيها الفانكشن اللي اون كليك او العمليه الاون كليك في الجافا سكريبت. راح اقول له استدعي لي الاشي اللي اسمه ماي فانكشن، راح اسميه ماي فانكشن، لا تنسى القوسين، بعدين سكر الايه. طيب جوا الايه بدي احط لها صوره، راح اجي اقول له element الاي، وبتقدر بدون element الاي بس انا بفضل انك تستخدم الاي، راح اقول له class الاي، راح اعطيه اي بارز، راح احكي لك شو راح نستخدمه، وراح اقول له جواته احط لي صوره، السورس تبعها راح يكون انا نزلت صوره، راح احطها بس داخل ملفات المشروع، هيها اعملها كوبي، راح على اجي على ملف المشروع اعملها بيست، اسمها منيو، تمام احفظ الاسم معي، راح اجي اقول له السورس تبعها اللي هي منيو دوت بي ان جي. طبعا لو نيجي هون على ملف المشروع ناف بار ونيجي على المنيو ونشوف الخصائص تبعتها ونروح على التفاصيل، راح تلاحظ انه عرضها 300 بكسل والارتفاع تبعها 300 بكسل، فجدا عالية وجدا كبيرة، ولو تلاحظ هون حجمها صغير، فانت بتقدر تتحكم فيها عن طريق الستايل، وبتقدر تتحكم فيها من هون مباشرة. انا راح اعملها من هون مباشرة، راح احكي له الويدث تبعها خلي لي اياه 20، عفوا 25 افضل، والهايت اللي هو الارتفاع تبعها برضه خلي لي اياه 25 بكسل، اقول له انهي لي الايمج هاي. خلصنا الايمج تبعي، ضفنا الوزن الاي، قلنا له جيب لي اياه من الجافا سكريبت، اعطيناه كلاس ايكون عشان نتحكم في حجمه، واعطيناه الون كليك الفنك وسميناه ماي فانكشن، حكينا له اون كليك يعني على الضغط لما اجي اعمل كليك هيك، اوكي ارجع عفوا هون، لما اجي اعمل اون كليك على الضغط مجرد ضغطتي اعمل لي او حقق لي الاشياء اللي راح احكي لك اياها جوا الماي فانكشن. طبعا ماي فانكشن بيحتاج لايش؟ لجافا سكريبت. راح اجي جوا الهيد افتح سكريبت، طبعا انت برضو بتقدر تعمله خارجي اللي بريحك، انا عشان يكون ملفات المشروع كلها في مكان واحد عشان ان شاء الله راح ارفع لك اياها. السكريبت راح اقول له انا عندي فانكشن، تمام سميته ماي فانكشن، هيو موجود انا سميته وانا عملته، راح اقول له الماي فانكشن هذا شو بدك تعمل فيه؟ راح اقول له اول اشي، اول اشي عشان انت تستدعي الديف لازم يكون له اي دي، الكلاس ما بزبط تستدعي فيه عفوا الفانكشن بالكلاس، فراح اعطيه اي دي عشان اقدر استدعيه في الجافا سكريبت. راح ركز معي، الكلاس هون استخدمناه عشان نعمل له ستايل، اما راح اعطيه هلا هون اي دي علشان اقدر استدعيه في الجافا سكريبت واقدر اتحكم فيه. راح اقول له اي دي مثلا سميه مثلا مثلا ماي ناف بار، تمام راح اقول له يا جافا سكريبت اول اشي راح اعرف انا فاريبل اسمه اكس، هذا الاكس بتروح بتجيب لي document.getElementById. طبعا انت بتقدر تعمل باي كلاس نيم، بس رح يصير انا حكيت انه ما بتقدر تعمل كلاس، بتقدر يعني انا تخربطت بس ما كان قصدي انه ما بتقدر نهائيا، بتقدر بس انت في عشان ما يصير تضارب بين الالمنتس وما يصير تضارب عندك في الستايلز، بفضل انك تعمل كلاس خاص للستايل واي دي يكون خاص ل الجافا سكريبت، الجافا سكريبت لما لو جيت element by id، الاي دي انا سميته my nav bar، صح
قلت له انا عرفت لك جافا سكريبت فاريبل او متغير اسمه اكس. الاكس هاد شو بتعمل فيه؟ الاكس هاد وظيفته انه يروح يجيب لي الديف اللي الاي دي تبعه اسمه ماي ناف بار. بيجي بالجافا سكريبت بيجي الفاريبل اكس بيروح على البادي بيدور وين في اي دي اسمه ماي ناف بار، وين في اي دي ماين هي لقى، بيجي بيستدعيه وبينقله للجافا سكريبت. هسه بحكي لك انت، طيب هاي استدعيت لك اياه شو بدك تعمل فيه؟ انا بقول لك شو بدي اعمل، بقول له اذا كان الاكس اللي فيه الاليمنت باي دي ناف بار له كلاس نيم، شفت وين استخدمنا الكلاس نيم؟ لو كان انت لو عملت انت جيت اليمنت باي اي دي وسميته ناف باي كلاس وسميته ناف بار وجيت هون حطيت له الكلاس نيم برضه ناف بار، راح يصير عندك تضارب. فلهيك الافضل تعمل كلاس وتعمل اي دي. طبعا بتقول له اذا كان الكلاس نيم هو يساوي للاي دي برضه الكلاس نيم اللي جواته احنا سميناه ايش الكلاس سميناه ناف بار هيو، عفوا هيو، بقول له اذا كان الاي دي اللي رحت تجيبه الكلاس برضه للهاد اي دي اسمه ناف بار، تمام، بتجيب لي الكلاس اكس او دوت كلاس نيم، بتجيب لي اياه بتعمل لي اياه ريسبونسيف. طبعا ريسبونسيف طبعا الريسبون انت طبعا انت بتفكر انه ريسبونسيف هيك راح يصير يعني متوافق مع الشاشات، وهنا هذا غلط. طبعا اهم اشي لا تنسى تفكره، راح نيجي احنا راح نعمل هلا لما يجي هو يستدعي، لما يجي يدور على الاي دي الماي ناف بار يقول له في كلاس نيم جواته اسمه ناف بار صح، جيب لي اياه واعمل لي اياه ريسبونسيف. طبعا احنا ما عرفنا لسه شو هو الريسبونسيف، راح نعرفه كمان شوي داخل الستايل. بنقول له بتروح بتجيب لي اياه، اذا كان الناف بار بتجيبه بتسوي لي اياه شو اسمه ريسبونسيف، غير هيك بترجعه زي ما هو اكس دوت كلاس نيم يساوي خليه يرجع لي ناف بار، بتبدل لي اياه بريسبونسيف باول مره بعدين بترجع لي اياه للناف بار. ولا تنسى اهم اشي لا تنسى انك تحط الاغلاق، تمام. هاي عملنا الجافا سكريبت. طيب لو تيجي تعمل هون ريفرش ما راح تلاحظ اي تغيير، وراح تلاحظ انه لما تكبس على البوتون اللي احنا عملناه ما في اي تغيير نهائيا وما في اي شيء. ليش؟ لانه احنا ما عملنا الستايل، احنا قلنا له اوكي في الجافا سكريبت تروح جيب الريسبونسيف واعمل لي اياه وجيب باي اليمنت باي اي دي، بس ما اعطيناه الستايل تبعه. نيجي على الستايل وبنحط الميديا كيوريز الخاصه في الشاشات جميعها، بنحكي له آت ميديا، بنحكي له سكرين اند عفوا اند، وبنحكي له الماكس ويدث، بدي اياه يكون للشاشات اللي هي 480 بكسل واقل، اللي هي تقريبا عرض جميع شاشات الهواتف. ما في شاشة يعني اتوقع انه اكبر عرضها من 84، هيك بصير تابلت او ايباد مش هاتف. بنقول له اول اشي الناف بار تبعنا هو الاي اللي جواته is not، نحكي له not ايوه not، نحكي له انه هو first. طيب تمام، وبنحكي له الديسبلاي تبعها اللي هي الاي جوا الناف بار في الهارد راح تكون الديسبلاي تبعها نن، احنا كنا حطيناها فوق الديسبلاي هاي ها بلوك، لما تكون عرض الشاشه اي راح تكون الديسبلاي تبعها نن. طبعا انت دائما ضلك اعمل الفلاش وشيك شو اللي تغير، شايف اللي تغير انه صار الديسبلاي تبعها مش بلوك، بطل يظهر لك اياها كامله، صار يظهر لك هاي بس، راح صار يظهر لك ايلمنت واحد، تمام تمام. راح نرجع نكمل عشان نظهر باقي القوائم. راح اجي اقول له جيب لي الناف بار وجيب لي الاي في الايكون، عفوا
دوت ايكون. تمام، واهمل لي اياها. شفت وين استخدمنا الاليمنت الايكون؟ قلت لك راح نجي نستخدمه. هيو كلاس الايكون اللي احنا حطينا جواته الايمج، راح نجي نقول له هذا الكلاس اعمل لي اياه فلوت، عفوا فلوت رايت، جيب لي اياه على اليمين. والديسبلاي راح يكون بلوك اكيد عشان ياخذ مساحته كامله. نيجي نعمل سيف وبنعمل ريفرش. شايف؟ لاحظ معي، جاب لك احنا هنا قلت لك راح نرجع له. عرفنا متغير اسمه ايه، اعطيناه صوره واعطيناه كلاس سميناه ايكون واعطيناه الفانكشن اللي راح يتحكم في الجافا سكريبت واعطيناه صوره. انت بتختار الصوره بدك اياها. قلت لك راح نستخدمه بعدين. وين استخدمناه؟ استخدمناه هون. قلنا له في حال كان عرض الشاشة 480 أو أقل، يعني في حال كانت بالمختصر أو بشكل مباشر الشاشة عبارة عن هاتف، بتجيب لي الكلاس اللي هو آيكون الموجود جوا الأي، وبتعمل لي إياه على اليمين، وبتعمل لي إياه ديسبلاي بلوك عشان يظهر معك في الصورة هاي. بس حاليا لما تكبس عليه ما بعطيك القائمة اللي هي هاي، لسه ما عملنا الستايل تبعه. تمام؟ نرجع نكمل. بنقول له دوت، بنقول له جيب لي الناف بار، وبدنا نعرف لك يا سيدي ايش اسمه جديد اللي هي دوت ريسبون، اللي هي احنا عملناها كلاس الريسبونسيف. هي قلنا له، مش قلنا له هون اذا كان الكلاس ناف بار بتغير لي اياه للريسبونسيف، بتغير للكلاس من ناف بار للريسبونسيف. بس احنا ما عرفنا الكلاس الريسبونسيف وما عرفنا ايش الستايل تبعته. احنا قلنا له هون اذا كان كلاس اسمه ناف بار جيب لي اياه وغير لي اياه للريسبونسيف، وراح احكي لك شو الستايل تبع الريسبونسيف عشان تطبقه عليه. راح نطبقه عليه، راح نقول له الريسبونسيف هذا البوزيشن تبعه راح يكون ريليتيف. نعمل ريفرش، نيجي نعمل هون ريفرش، عفوا نعمل سيف. برضو لسه ما في تغيير لانه احنا لسه ما عملنا ستايل الها. تمام؟ تمام. راح اجي هسه اقول له برضو جيب لي الناف بار، عفوا ناف بار، وجيب لي الريسبونسيف اللي انا عرفت لك اياه، وجيب لي الايكون اللي احنا عرفناها فوق هيها، هذا هو كلاس الايكون. جيب لي اياهم كلهم لما يكون الشاشة 480 واقل، وعمل لي البوزيشن تبعهم كلهم مع بعض يكون ايش ابسوليوت يعني حر. بس بدي اياه من اليمين يكون صفر، ومن التوب من الاعلى يكون صفر. تمام؟ تمام. برضه هون ما راح تلاحظ اي تغيير، لسه احنا ما عملنا ستايل للقوائم. بعدين راح اجي اقول له جيب لي الناف بار، وجيب لي الريسبونسيف، وجيب لي الاي حطها معها. لما تكون الاي داخل حجم الشاشة 480 بديش يكون الها فلوت، نعمل فلوت وبنجيب نحط له نان. احنا هون لو تلاحظ عملنا له اول اشي فلوت ليفت اللي هي هاي، هاي عملنا له فلوت ليفت. مظبوط مظبوط. طبعا هاي هسه راح تختفي، راح نشيلها انه لما هي ما تظهر لما نكبس نان. هسه اللي بدي اوصل انه احنا هون في الاول اشي قلنا له جيب لي اياه حط لي اياه فلوت ليفت. تمام. هسه لما احنا راح نقول له لما يكون عرض الشاشة في هذا العرض اللي انا اعطيتك اياه ما بدي يكون لها فلوت، بدي اياها تكون ديف طبيعي. وراح اقول له اعرض لي كل واحدة من الاي في بلوك لحالها، ما يكون جنبها اي اشي. وراح اقول له التكست الاين اعمل لي لفت، اعمل لي لفت. راح اجي هون اعمل ريفرش، راح اضغط هون، برضو لسه ما اتغير. طيب راح اجي هون اقول له النافا، خليني اقول هدول كوبي. تمام،
ماشي أحسن، خليهم لحالهم عشان ما يصير عندي إشي اسمه نظام التعاقب، اللي هو بصير ياخذ الإشي اللي بتكتبه بعد بصير يغطي على بعض، فعشان هيك بصير عندي تعارض. بقول له and قوسين ماكس ويدث، خلي لي اياه برضو 480 بكسل، راح اقول له اعمل له بيست لهذول الاشياء. انا متأكد انه سوري هون بدون سيمي كوين، اقول له سيف، راح ارجع هون اعمل ريفرش، اقول له ارد لي اياهم، لسه في مشكلة. نافار ريسبونسيف ريليتيف ابسولوت، تمام. وهنا رايت بلوك ديسبلاي بلوك نافار، تمام. راح ارجع اشيك على الجافا سكريبت شوف اذا فيها خطأ، لانه المفروض انه يشتغل شي. اوكي ممكن هاي ريفرش اعمل اوكي مظبط. اكس دوت كلاس نيم يساوي نافبار، اوكي نافبار ريسبونسيف اعملها كوبي، اعمل كوبي للريسبونسيف، ممكن انت تكون كاتبها غلط. تيجي هون responsive اعملها بيست، كنترول في كنترول في كنترول في، وهون اعملها كنترول في، اعمل سيف، نرجع هون ريفرش. في خطأ، في خطأ، مش مشكلة. اوكي وايت جافا سكريبت ايكون ماي فانكشن، تمام ماي فانكشن ستايل نافبار نافبار اي فلوت ليف ديسبلاي بلوك نافبار اي فلوت. احنا هون المفروض نجي نقول له الناف بار والايكون، عفوا الايكون ايوه هاي هي، نقول له الديسبلاي تبعهم اخر اشي لازم يكون نن، تمام. نجي نعمل ريفرش برضو، لا اوكي طيب احنا كنا حاطين الديسبلاي نان، نرجع نعمل ريفرش ريفرش، نعمل نضغط اوكي تمام. هاي انا عرفت المشكلة على فكرة، عشان هيك عملت بوز. لو نيجي نحطها هون بلاك، نعمل ريفرش ونضغط هون، شايف هاي القائمة ظهرت، هاي هي شغالة من أول، ما كان عندنا خطأ بس كان لونها أبيض، شايف. لو تيجي هون تعمل كنترول زد وايت ريفرش راح تختفي القائمة. والسبب الشغلتين، السبب انه احنا هون الناف بار مش حاطين لها باك جراوند كلر، حط لها باك جراوند كلر لتكن مثلا نفس اللون،
2 ايوه ايوه تيجي هلا تعمل ريفرش، تضغط هون راح تنزل القائمة، هي اشتغلت طبيعي. كان عندنا انه احنا مش بس مش حاطين باك جراوند كلر، وهي اصلا لونها هون وايت، فلما كنا نضغط هاي لو ترجع تشيل هاي، اما لو اول شي كوبي سيف، لو ترجع تضغط هون راح تختفي لانه احنا مش حاطين باك جراوند. بس لو تيجي تعمل انسبكت، شايف؟ ايه عفوا قال انسبكت، لو تيجي تحط لها كلر باك جراوند كلر لون للخلفية وتعمل ريفرش وتضغط راح تظهر معك القائمة. طبعا هون اذا ما بدك يظهر الهون بدك يكون نوع تاني او بدك تحط لوجو. طبعا هون انا نقلت سكريبت من الهيدر، هاي كوبي حطيته في البادي، بترجع من الهيد عفوا، ترجع تحطه في الهيد ما في مشكلة، بيرجع بيشتغل طبيعي. ها هاي شغال طبيعي تمام. تيجي طبعا انت لو ما بدك هاي تظهر هون هوم مثلا، هاي تضل هون، بدك تحط لوجو، بدك تحط مثلا هون، ترجع بتعملها كوبي، بتعمل هون بتحط بيست عفوا، هون بيست، بتختار مثلا بتحط هون اللوجو تبعك اللي بدك تحطه، كنترول اس سيف، بتعمل هون تغيرات اللوجو، بدك تغيرها مثلا نزلها مثلا هي اوكي جوجل مثلا ابل، او لا مثلا اي لوجو انت بدك اياه، او بدك تخليها اسم الموقع مثلا، انا بدي اسميها مثلا احمد مثلا ويب عفوا ويب سايت، خليه مثلا هو يكون التايتل تبع الموقع تبعك، شايف؟ احمد ويب سايت، تكبس هون لوجو تنزل. اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتنشروا الفيديو عندكم، وان شاء الله راح نكمل فيديوهات ثانية بالسلسلة اللي راح تلاقوها في البلاي ليست اللي هي ال HTML و CSS و JavaScript Work، ويعطيكم العافية.